الناس بتبان بكرة تتعدل وهنرجع نتقابل زي زمان. أيام أفعل مش عايزة كلام، كلنا بصين قدام ناسنا وأهالينا ومع بعضينا، مفيش أي استسلام. يتقال يتقال زي ما يتقال، هم مصيره هيتشال، وهو كله بإيدنا ومش هيفيدنا، نعيش لو يوم إحنا هتروح وهتحلى وتبقى تمام، وهنضحك على الأيام، بس احنا نكون دايما مع بعض المحنة تعدي. بإيدينا الدنيا دي تبقى أمان، في الأزمة الناس بتبان بكرة هتتعدل وهنرجع نتقابل زي زمان. هتروح وهتحلى وتبقى تمام، وهنضحك على الأيام، بس احنا نكون دايما مع بعض المحنة تعالى. بإيدينا الدنيا دي تبان، في الأزمة الناس بتبان بكرة تتعدل وهنرجع نتقابل زي زمان. والآن